حفلة التخرج هي أحسن لحظة حصلت لي، الحفلة اللي حصلت، الحفلة نفسها، تمام؟ لا كانت حفلة تحفة. على فكرة كنت ساعتها بدور على البيشنت كومبوزيت وهو عنده فراكشر سنترال، فكل تركيزي كان على السنترال فراكشر دي، خلاص انا هموت واكمل الحالة. فانت قلت له ابقى بخلص الشغل، فراح ضحك قال لي انا ممتن جدا لشغلي ده. الكلمه دي كانت مفرحاني جدا، بس برضه مش داخله جراحه، انا برضه استعاضه. بحس ان انا لازم اقول لهم كل حاجه، ولازم هم الدكتور لازم يطلع دكتور. انا استاذ دكتور فاتن ابو طالب، وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب. انا استاذ دكتور شيرين عبد المولى علي في قسم طب الفم وامراض اللثه وطرق التشخيص والاشعه. كنت مدير القياس والتقويم والاي تي سابقا، وحاليا مدير وحده ضمان الجوده بالكليه. انا دكتور احمد شاور غباوي، طبيب مقيم في كليه طب اسنان جامعه طنطا، دفعه ال 41، خريج 2018. انا اسمي دكتوره سمر مصطفى عامر، معيده بقسم الاورال باثولوجي كليه طب الاسنان جامعه طنطا. حلم حياتي وحلم والدي. كانت رحلة غريبة مجهدة. رحلتي في الكلية هي عبارة عن معافرة. ما كنتش بفكر في حاجة غير اني هبقى دكتورة زي بابا ما كان عايز، فكان هدفي الوحيد ان انا بحقق حلم والدي ان انا اشوف انا دكتورة. كلمة واحدة بس توصف رحلتي في الكلية، انها كانت رحلة غريبة. ابتداء من ان انا كان حلم حياتي ادخل فنون جميلة او فنون تطبيقية، لغاية انتهت اني بقيت استاذ في الجامعة، فدي بالنسبة لي رحلة غريبة. معافرة واثبات لنفسي، لان كنت داخله الكليه من غير ما احبها، مجموعي جاب كده، فقلت لازم اذاكر وابقى حاجه فيها. هي الرحله بصراحه كانت مجهده يعني، بس فيها حاجات حلوه كتير، عشان بس يعني ما نظلمهاش بصراحه. انا تعبت كتير للامانه، تمام، وذاكرت بس الفكره كلها ان مع الوقت او مع السنين دي كان في ناس زمان كتير هونوا كتير. وانا مش عايزه اقول ان انا يعني كنا سته مثلا مراتب شرف من اول سنه، فكنا مرتبطين ببعض جدا، لكن كان زي ما قلت لك ان كان ليا هدف، وكنت دايما طالما ان انا دخلت اسنان فتقدير اول سنه، فبيشجعك ان انت تواصلي وتواجبي التقدير ده وتتحملي المسؤوليه. فكان دايره اصدقاء قليله، فكنا دايما احنا سته مراتب الشرف، اللي هم معظمهم طبعا او كلهم تقريبا اتعينوا في الكليه. بالنسبه لرفقائي بقى وزمايلي كانوا خمسه، الخمسه على فكره ما كانوش معايا في السكشن، وده نجاح الدنيا وده السر على فكره. علشان تنجح في السكشن المفروض انك ما تبقاش مع اصحابك ولا زمايلك خالص. كنا خمسه مع بعض، كنا بنقسم على مع بعض المحاضرات، كل واحد يعمل محاضره ويلخصها ويمضي في الاخر وغيره يراجع، وكان الورق ده بنوزعه على بقيه زمايلنا في الدفعه. قد ايه احنا كنا عندنا هدف وعايزين نحققه، وكنت اتمنى ان هم كلهم يبقوا معايا جوه الكليه. احنا كنا ثلاثه قريبين جدا من بعض يعني، فاحنا كنا بنشد بعض اوقات، عارفه اللي هو ايه، اللي هو انت لو انت مع خمسه ناجحين انت هتبقى سادسهم، مع خمسه فاشلين انت هتبقى سادسهم حرفيا، تمام؟ بس فاللي هو لا كان في دراسه اوقات كتير، وفي برضه اللي احنا شفنا حياتنا كتير، طلعنا رحلات ورحنا يعني. انا فاكر كمان الفان دي اللي اتعمل من سنتين ونص بعدها، لا الموضوع كان تحفه صراحه. لما تعدي على قسم الاستعاضه وتلاقي معامل الاستعاضه وريحه الاكريل والكلام ده، فعلا انا كنت وانا طالبه بحب قسم الاستعاضه جدا، مع انه كان صعب، لكن كنت بحس بيه احساس تاني دلوقتي. حتى لما بقيت معيده ومدرس مساعد بقى وسقن بقى بدرجات، انا بدخل معمل الاستعاضه اللي هو البريك لينكن، انا بحس فيه بحنين جدا. بصي، وانا بصراحه انا بحب العياده في الدور الثالث، تمام؟ هي يعني هي ممكن حاجه غريبه شويه، بس انا بحبها، انا بحب المكان ده، مش عارف ايه. هو المكان اللي ورا طب اللي هو النافوره، هو اكتر مكان كنت بتجمع فيه انا واصحابي. دلوقتي بقى لما بقيت معيده، المكان هو السكشن بتاعنا، مبنى الايدين، المبنى الجديد، مدخل الكليه. ده اللي فيه قابلني جوزي ابو ولادي دلوقتي. جه في مدخل الكليه، كنت ماشيه مع اصحابي اللي انا قلت عليهم، بعدين لقيته بيقول لي لو سمحتي انا عايزك. على فكره كنت ساعتها بدور على البيشنت كومبوزيت وهو عنده فراكشر سنترال، فكل تركيزي كان على السنترال فراكشر دي، خلاص انا هموت واكمل الحاله. هو مره انا كنت امتياز وكنت حامل في ابني اول امتياز، وكنت بتدرب في قسم جراحه الفم، ف كان دكتور عبد الفتاح استاذنا الكبير طبعا، ده كله معزه في قلبي جدا جدا يعني، هو عالم فعلا قيمه وقامه يعني. فهو لقاني مرسه البيشنت
وكله جنب بعض، وادي بنج 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 بنج، اخلع 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 اخلع. فراح جاي لي جنبي كده، راح قال لي فاتن انت بتعملي ايه؟ وانا كنت خلاص على ولاده قريب، لان ولدته لم امتياز فعلا. فانت قلت له ابقى بخلص الشغل، فراح ضحك قال لي انا ممتن جدا لشغلي ده. الكلمه دي كانت مفرحاني جدا، بس برضه مش داخله جراحه، انا برضه استعاضه. كنت انا بقى في سنه تانية وكنا بنشتغل بالسبرتايه، فالمفروض ان انا بقى ايه اكتف ونشيطه وعايزه احقق بقى واخلص ريكواير، فكنت بملى السبرتايه وهي قايده وبكلم زميلتي، وشوف بقى كميه الثقه ان انا بكب السبرتو جوه بتاعه السبرتايه. فلقيت صاحبتي بتقولي شيرين ايديكي بتولع، قلت لها ايه اللي بتولع؟ قالت لي ايديكي، فببص كده لقيت دي كلها نار فطفيناها. وبعد كده رحت الصيدلية علشان نحط كريمات ومرهم، فضلت ماشية بقية السنة كلها متسولة على الأقسام، اللي هو إيه بقى دكتور أنا إيديا محروقة حضرتك ومش عارفة أكمل الريكواير، نخفف الريكواير، وفضلت ماشية بالوضع ده. نصيحتي إن أنت ما تتعبش نفسك أوي في إن أنت تخلص الكمية قد ما انت تتعب نفسك في ان الحاجه اللي لما تخلصها بيرفكت. اجمل الذكريات هو يوم تخرجي، اسعد يوم في حياتي. حفله التخرج هي احسن لحظه حصلت لي، الحفله اللي حصلت الحفله نفسها تمام. لا كانت حفله تحفه، احنا كنا عاملين هنا في المدرجات المركزيه، كانت يوم انا عمري ما انساه تمام، فرحه الاهالي وقتها، ولا كان يوم تحفه يعني. بحس ان انا لازم اقول لهم كل حاجه، ولازم هم الدكتور لازم يطلع دكتور، هو لازم يطلع دكتور ويبقى فاهم كل حاجه عن العيان من اول ما دخل العيان، من اول التاريخ بتاعه او الهيستوري او التعب اللي عنده في بقه ده، من اول ما جه ازاي وبقى له قد ايه وكل حاجه، لغايه ما نشخص في الاخر هيبقى ازاي. فلازم يخرج من السكشن فاهم كل حاجه. انا بصراحه من اول ما جيت، ودي بصراحه يعني دي حاجه صادقه يعني، من اول ما جيت الكليه وانا واخد قرار او عهد شويه ان انا مش هعمل حته المعيد والطالب تمام، اللي هو لا انا جاي ساعد تمام، انا واخدها كده ان هو انا جاي ساعد. الطالب ده انا كنت مكانه امبارح. رجع بيا الزمن لورا، لا انا احب ابقى استاذ في الجامعه مع طلبه اسنان اللي هم احلى طلبه في الدنيا. كتير بيبقوا كرياتيف، كتير بيبقوا مسؤولين، كتير بيبقوا رجاله. ما كنتش اتمنى ابدا غير اني ابقى استاذ دكتور شيرين. ضغطت كتير تمام، ضغطت كتير، بس الموضوع ما كانش مستاهل كل الكلام ده يعني. لو فعلا لو في وقت ان انا ارجع تاني، لا اللي انا لا كان في حاجات تانية اللي انا ما كنتش هضغط نفسي، مع اننا على فكره كنا لعب وسفر، كنا بنعمل كل حاجه، بس لا برضه ضغطنا كتير تمام. لا الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. في ناس مش كبرت دماغها، في ناس كانت واخداها بسلاسه شويه وما شاء الله عليهم دلوقتي. لما كنت طالبه كنت قافله على نفسي جدا، ممنوع خروجات، ممنوع قعد بعد المحاضرات، ممنوع ممنوع، ودي طبيعه التربيه بتاعتنا اهالينا يعني. فعايزه اقول ان انا اتحرمت من بند الترفيه ده اثناء الفتره الجامعيه، فانا مش حابه كده للطلبه. عشان كده انا لما بقيت وكيله انا بضغط جدا على الجانب النفسي الترفيهي للطالب، لان الجامعه مش بس دراسه وبس. اتمنى ان انتوا تدخلوا الكليه تاخدوا زي ما قلت من الاول النشاط العلمي والنشاط الترفيهي، تحبوا كليتكم، احلى سنين عمركم هتبقى في الكليه مش هتتناسى ابدا ابدا. وان شاء الله باب وكيل الكليه مفتوح في اي وقت. ان انت تخلي قلبك من جوه تبقى فاهم كويس قوي انك تحب الكليه، شوف انت عايز تبقى ايه، عايز تبقى دكتور اسنان بس، ولا عايز تبقى صف جامعه بس، ولا عايز تبقى الاثنين، ولا عايز في النهايه تغير الكارير بتاعك خالص وتشتغل في قصه تانية. نورتونا، وما تخليش حد يقول لك ان انت ما عملتش انجاز في الثانويه العامه تمام، ان انت دخلت كليه عاديه، لا انت داخل كليه طب اسنان تمام، فدي كليه قمه مهما كان الترتيب والاولويات اللي بتتغير والتاريخ الجغرافي اللي بدا يحصل في البلد اليومين دول، اللي هو لا احنا مش كليات. افرح بانجازك ان انت ذاكرت كويس، اجتهدت، ربنا كرمك، عملت مجهود كويس، ربنا كافئك بالاخر بكليه محترمه تطلع منها دكتور مهما كانت العواقب اللي ممكن تيجي بعد كده، الله اعلم بالمستقبل يعني تمام. ما تاخدهاش على اعصابك، تعيش 5 سنين كليه احسن فتره هتعيشها في حياتك، فتره الكليه ما تضغطش نفسك كتير، وفي الاول وفي الاخر احتسب ان انت بتعمله ده كمان عند ربنا ان انت بتعالج مرضى يعني في الاول وفي الاخر تمام.